إنها المباراة النهائية لنا، وهي مباراة التأهل للأولمبياد، والمنافسة شديدة لأن الفرق المشاركة في البطولة منتقاة وقوية، ونتعافى من الهزيمة أمام كوت ديفوار ونتطلع لنحصل على تذكرة الذهاب إلى طوكيو. تكبدنا الأهداف بسبب أخطاء دفاعية ارتكبناها، وهناك من يحاول أن يخفف من وطأة الخطأ، وفي الواقع لقد سجلنا 6 أهداف في المباريات المختلفة، ولكن الخطأ كلفنا الفوز المنتظر. نتطلع لنلعب غدا دون ارتكاب أخطاء، وهذا ما نعدكم به. استعدينا أنا ورفقائي للمباراة رغم تعاستنا للهزيمة التي واجهناها، ونحن على يقين أننا أمام فرصة أخيرة غدا، وسنستغلها أمام جنوب أفريقيا وهو خصم صعب، لكننا نلعب للفوز رغم كل شيء. مباراة الغد صعبة، بل أصعب من أي لقاء سابق في هذه البطولة، والفريقين متعبين بدنيا، والفوز غدا سيكون من نصيب من يلعب بأقصى تركيز ذهني. مباراة الغد ضد غانا مباراة كبيرة، ونلعبها لنفوز بتذكرة طوكيو، وأشعر وكأنني على وشك الإقلاع لهناك. أتطلع للمباراة لأنها ستكون شيقة، فالبطولة كانت شاقة ومرهقة، خاصة في المباراة الأخيرة الدرامية. عدنا إلى استاد القاهرة الدولي وكلنا آمال للقاء واعد باللعب الاحترافي، وقد لعبنا مباريات مثيرة رغم أننا هزمنا من الفريق المصري 3-0، وها نحن أمام مباراة نهائية ضد غانا بدلا من مصر. نأمل أن يحلفنا الحظ لنحصل على تذكرة طوكيو. نخسر كفريق ونفوز كفريق، وأكرر ذلك مرارا لكل اللاعبين ليفهموا أن الكرة تتأثر بالأخطاء، وما يعلمه المدرب لا يطبقه اللاعبين سوى في حدود 10% فقط. نتعافى من الهزيمة التي تكبدناها أمام مصر، وأؤكد لكم أننا سنركز على الفوز غدا بكل قوتنا، لأننا نتطلع لنحصل على تذكرة الذهاب إلى طوكيو. من الممتع أن نلعب أمام عدد كبير من المتفرجين والمشاهدين، ونشكر ما قدمته لنا مصر من فرص، ومهما كانت النتيجة أؤكد لكم أن التجربة كانت مثيرة حقا.